نورنا الجزائرية توصلنا لل 11 و13 دقيقة، ديما متهنية على التصويت نتاع المستمعين ديما يختاروا الأغنية الحلوة والطقطوقة اللي تاع 66 كيف ديما مهنيين. سينو نعاودوا نذكركم بتليفوننا على 72 328 500، كلمونا آخر ساعة هذية باش ناخذوا تليفوناتكم وربحوكم في جو نتاعنا. سينو وصلنا لتنبير السحرورة تسويت في اسمعوا فلتة. اسمعوا فلتة باش نبداو كالعادة بالفضايح والعيب اللي صار في حفلة نيس نتاع بلتي وأكرم ماج ووليد التونسي. الحفلة قصت قداش من مرة، سيغتو كيف دخل بلتي الناس الكل نقزوا في السين، معناه أنت ماذا بيه ركريت الفيديو يا فتحية. فين الحفلة؟ في نيس. في نيس داكور. هو دخل بلتي والجمهور كل نقز 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 في وسط السين لين قصت الحفلة وعاودوا دخلوا بلتي لداخل. اللي يخرج ناس كل تنقز والناس كل ما بون فما برشا تذمروا، معناها خاصة سيغتو المرأة اللي تعمل في الفيديو تذمرت قالت هما بون سامحوني في الكلمة ليك لوشاغ نتاع اللي يعيشوا غاديكا كيفاش معناها صيح وعياط وواحدة لابسة لابس تقطع في حوايجها سيغسان وداخت ويهزوا فيها على بلتي. هي عنده جمهور زاد بلتي عنده مش عنده مواطنين بالخارج. اي انا من جمهوره اي معناها مواطنين بالخارج متشوقين للتوانسه كي تروح هي في الصيف هذه اللي لابسه لبط كي تروح في الصيف وترى امها تقطعت بشها وتدوخ هاي مرات يا شعب كيف بطره بلتي تتقطع. انا من محبي بلتي راني ونحبه على الاخر وحافظ اغنيته الكل مش سو بوان مش الناس تتخمر مش تتسبب انت في انك حفله كامله معناها تفسد في جرتك تبلبست السهرية حسيلو واللي دخلوا كل قالوا لي احنا ندمنا معناها شوف في جرت عبد ولا زوز تفسد السهرية الكل تفسد السهرية ايماجين حتى لو كان نرجعوا هما بلتي وأكرم ماك ووليد التونسي مرة أخرى النيس صدقني اشتر اللي مشي وقالوا لي احنا ندمنا المرة هذه كماش يرجعوا مرة أخرى يقولك مش عاود يصير نفس الحكاية دونك ما نرجعوش. وهذا المونتاليتي الخايبة اللي ديما هي تقعد مشكل تنظيم سحرورة خاطر رون برانسيب تلقى شكون ليه بال يعني توفير الأمن غاديكا ما يخليوش الجمهور هماش عملوا كي نقزت لي لبسة الأبيض لولانية كلهم شو يجريوا لي غاختكو هم شو يجريوا الكل والناس كل طلعت معناها فهمت دونك فوالا. اسمعوا فلة. البطلة عزة بسباسي فتحية تصف مجدولين الشيرني في مداخلة لها في تونس 24 مع مريم بالقاضي بأسوأ وزيرة الرياضة عرفتها تونس ولا وأعلنت اعتزالها على المباشر. أسمعوا معايا شنو قلت. والله هي صحيح ومش ربما معناتها شفت كيف بس ما نكذبش عليك خاطر كل مره نقول ميسالش خلي نكمل للاخر ابخيتو يخلي نعمل فيه نعمل فيه بالحق طه مو شغف معناتها وذيك حياتي كي انا نترينا بصيح وعشيه ونهز بالسلامه تاعي نبدا المشاكل الدنيا كل اما توا ولا تصيح قدر معناتها وليت بالبنتوات بالاخ انا تاكدت اللي الوزيره ومسؤولين تاع الوزاره ورئيس الجامعه يسعوا بكل الطرق وبلوكي الدوسي باش انا ناخذ اكثر وقت ممكن ونولي بعد نضطر يصحح العقد رغم الخروقات القانونيه اللي فيه وبعد نزيد نستنى جمعه وكل مره كيكا وفيت اشك فوا نبعث مراسله معناتها نتاع المحامي يقول لهم راهو فما مغالطه قانونيه هكا وهكا نعاود نزيد نستنى جمعه ولكن احنا معناتها كنا نجموا يعيطوا لنا في الوزاره في نهارتها كنا رانا حلينا المشكل هذا الشيء جديد اكثر من هكا تعداو عليا 9 وزراء من 2004 يا مريم اي باع الوزيره هذه اسوء وزيره جاتني في وزاره الرياضه انا نوزن كلامي ونقول لك الوزيره هذه في اون كاتاستروف ونقول كلام هذا ومن حقي ننقل. Voilà. هي ديجا سحروره هو ديجا حتى امس ال 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 11 جابر زادا البطله نتاعنا دخلت لهنا في راديو ماد مع قسم الرياضه وحكيت على نفس الاشكال واللي هي التغطيه نتاع المصاريف نتاعها دونك الاشكال مشكل على عزه على 11 جابر وليت بالحق وليت انا كان احنا ما نتلاقوش بالابطال نتاعنا شكون مشت وعلاش وزاره الشباب علاش الوزاره هذيك وزاره كامله وزيره كامله وفريق كامل وزاري على شنو اذا كنت ماكش باش تتلهي بالابطال نتاع تونس شنو ولا حكايه فارغه ولا اسمعوا فله اي سيدك جبت لك فتحي اختراع يا مستر ستين كيف لازمني نفيدك بحاجه في اخر اسمعوا فله لازمني ما نخليكش تخرج يديك فارغه جبت لكم اختراع كيما قلت لكم يعمل 66 كيف قال لك فما شركه امريكيه ناشئه طورت السرير ذكي جدا ولا يمكن ضبط روحه تلقائيا ويمنع العبد الراقد مش خير بون انا ما نشخرش الحمد لله يا باز عندك حد من العائله يشخر باز عندك عبد امنيتك انه هو ينقص مش غير ايوه كيفاش يعمل يعني
اختي شيء ذكي شيء قوي علينا هذا. قال لك فيه دي ريغلاج فوالا هنا قال لك كيما قلت لكم فيه جهاز صغير انت كي تتك عليه يديتكت يقول لك العبد قبل ما ترقد انت يقول لك العبد هذاك باش يرقد يقوم يشخر ولا لا. دونك هو بكل السرير يبرمج روحه على اساس العبد اللي رقد فوقه ويسيب كيف ذبذبات يخليك ما تشخر دورو إذا قلقك معنى يكون عندك طرف الفس باش تتشخر كمل ينحيهولك يرتح فلا. قال لك مريح على الاخر سورتو أقوى حاجة فيه اللي هو زيرو شخير ما تجربش تشخر كي ترقد عليه معنى ما تشخرش. وهذا يقدش يوصل لتونس من عاش وقت اللي الناس كلنا جلطوا ظهر لي من أكثر نسب الطلاق صاير على شخير وقت اللي 50% يكملوا يطلقوا وقت اللي معناه بالحق نوليو أنا مغم كل شيء ما عاش يقلقنا وقت اللي شخير يولي معناه كي تسمع ما عاش يقلقك وقت يوصل لنا إن شاء الله سبيل هذايا التونس هذه أسمعوا فلة تمتعي لليوم أسمعوا فلة يعطيك الصحة سحرورة. راجعين بعد الموسيقى باش نحكيوا على أزمة